واي بموت من القهر. بالله هذه فاطمة تستاهل حد يخطبها 7 مرات؟ قولي هالحكي حق ولدك اللي حن على راسنا، يا تزوجوني فاطمة يا أموت. أخ بس أخ. هاي يما شلون كانت سفرتك؟ أوه يما مسكته استانستنا. شنو جبت لي؟ فعليك كل خير، انت عاد حظك بالفايت مو بالبايت. هذه فاطمة تصارخ، ايش فيها؟ مو قلت لك يما شوي وتسمعين صراخها؟ حسبي الله على ابليسك يا انتصار، انت شنو مسويه؟ ولا شيء، حطيت لها موس بالليفه عشان تعرف ان احنا ما نبيها بالبيت ولا نبيها مع اخوي. والله انت ابليس. المهم تطلعيني انا برا الموضوع، مفهوم؟ بعد ما شفتي شيء، خل توصل ملاك باكر وتشوفين اللعب على اصوله. يما سالم شو اللي صار؟ والله يا ماما عوده علمي علمك، بس الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله والشكر. الحمد لله على السلامة، ما تشوفين شر. الله يسلمك خالتي، مشكورة. شلون صار معك كذي؟ أنا كنت أتسبح. جبت لك الورد الأبيض اللي تحبينه. عاد زين ما جبت لك كل الورد اللي بالمحل. مشكورة يا انتصار. مشكورة وما قصرتي. مشكورة خيتي، ما قصرتي، ما قصرتي على الورد. هلا بنور البيت، تو ما نور البيت، الحمد لله يوم تشاويتي والله عقلك علينا. النور نورك يا حبيبي. عسى بس سليمان ما لعوزك. أفا لا تحاتين هالشي، أصلا سليمان بعيوني أنا وسليمان، مو قاصرنا غير وجودك. حبيبي عمري، عسى الله يخليك لي ولا يحرمنا منك. ولا يحرمنا منك بعد. واي ما بموت، شوفي شلون قاعد يكلمها. شفت السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا هلا ماما عودة، شلونك؟ هلا هلا بنيتي، شلونك؟ شو اخبارك؟ عساك بخير؟ هلا هلا عمري. اوه وي اسم الله عليك، ايش فيك؟ بعدين بعدين اقول لك. ايش فيك شلون كذي، ايش فيك؟ قلت لك بعدين، بس تكفين لا تقولي لحق امي. السلام عليكم. هلا ابو سليمان، شلونك؟ هلا والله، شخبارك؟ عساك بخير. الله يسلمك. شلونك ندى؟ شلون الزواج معك؟ الحمد لله يا ربي مرتاحه. والله يا ندى يا يمه مشتهيه مكبوس دياي من يدينك الحلوه. عفو عليك، تامرين امر حاضر. الله يهداش ماما عوده، ترى مو بس انتي، كلنا نبي مكبوس دياي. عفو عليكم، حاضر من عيون الثنتين اسوي لكم احلى مكبوس دياي. بس ماما عوده يعني بغيت فاطمه بسالفه وبعدين ادش المطبخ. حاضر. يلا امشي. انا بنكم سوحي. روحي واي ماما عودة، وايد مشتاقة لك. واي من عيارتك ملوكة. شلونك يمه؟ زين ذكرت امك يا جراح. افا يمه انت من ينساك الله يطول بعمرك. لا ظاهر الوالدة تبيك. ما شاء الله ملوكة عقدك وايد ينن. هذا حبيبي جراح شرى لي اياه واحنا بباريس. اي عليك بالعافية. وعسى ذكرت امك بشيء يا جراح. هاو خالتي انت من يقدر ينساك؟ عاد انت عين السيح؟ يبعد عمري تسلم عيونك، فديتك. ملاك؟ هلا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة جراح. الله يسلمك ويطول بعمرك. ماما عودة، احنا طلعنا الدياي من الثلاجة وناطرينه يفتش من الثلج، الحين بنروح نسوي لك مكبوس الدياي اللي تحبينه. واي قطيعة، بتخيسونا بريحة البصل. انتي اهلك ما علموش ما يصير تدخلين على الناس وريحتك مطبخ؟ عدك عاد. احترمي نفسك وانت تكلمين اختي. ايش دعوتي لما تدشين المطبخ ما تصير ريحتك مقله؟ انت هي 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 ايش فيش داخله علينا بشرج؟ هذه صلوا على النبي، صلوا على النبي. يا ندى الله يهداك، بس اهدوا اهدوا اهدوا. امشي امشي فوق، امشي. ماني ماشيه، لو مكانك يعني ادوس ببطنها ومردخها قدامهم وافشلها بعد. يا ندى 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 يلا عاد. لا 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 حش من الموجودين. ها ملوكه قعدي قعدي. الله يعينك يا سالم. انا انسدت نفسي قبل الغداء. زين
ايش تبي وخلص والله العظيم لو انا مكانك كان منتفتها وفاركه برمتها الارض ومنتفتها قطعه قطعه وما ارتاح الا لما تنام مستشفى العظام. ما يصير لان هذه ما هي تربيتنا. احنا ببيت حمولتي يعني ما يصير نصارخ ونعلي صوتنا. بس لو برا اقول لك اي دفنيها. ملوك انا خايفه. هو انت ايش فيك؟ قلت لك لا تخافين اذا على اخوك سالم ترى هو مستحيل تشذب اخته الوحيده والباقي خلي علي. زين والمغفر؟ انا مرتبه كل شيء لا تحاتين. انا هذه فطوم ان ما خليتها تندم انها دخلت هالبيت ما اكون انا ملاك. اكرهها اكرهها بدون سبب ما تنبلع. وهذه كل السالفه يا حضره الضابط. حاضر اختي، نطلع اذن تفتيش ونخلي الدوريه تلحقك للبيت. الحين ايش بيصير؟ انا وايد خايفه. ايش حقه خايفه؟ نطري الحين يبتدي العرض. لو سمحتوا ابيكم تبتدون بغرفه فاطمه، كاهي هذه اللي واقفه قدامكم. ايش قصدك؟ قصدك احنا حراميه؟ لحظه سالم، لحظه. ملاك الغرفة تحت أمرك، يقدرون يفتشونها بأي وقت. مشكورة حبيبتي. تفضل تفضل يا أخوي، خذ راحتك تفضل. خذت شيء، انت تعرفني زين، انا مو بواقه. مرت اخوك هي اللي سوت كذي. وانا ايش حق حبيبتي اسوي كذي؟ حبيبتي انت حراميه، طلعتي حراميه يا بنت منو؟ ايش تبي فيها؟ طلقها. لا طالعني، انت تعرفني زين، انا زوجتك، انا ما سويت شيء. سالم انت تعرف ايش كثر تكرهني. انا مظلومه ما سويت شيء اللي تكرهني. لازم تعرفين شيء يا ملاك، كما تدين تدان، وهذا سالم حس إن بنتي مظلومة وراح وراها، والمحقق حس إن بنتي مظلومة وعرف إن ملاك به راس الحية. ولأن مبارك عفس عليهم المغفر وقال لهم أنا أدخل مكان بنت النظارة